أكلة أم النهارده مسقعة القرنبيط. القرنبيط لنا مشاكل معاه، عندك كولون ما تاكلش قرنبيط، عندك مشكلة مع الجهاز الهضمي ما تاكلش قرنبيط. مع الشيف المغازي النهارده هنعمل مسقعة القرنبيط ونتلاشى مشاكل القرنبيط مع الكولون، بإضافة بعض الحاجات اللي تقلل مشاكله زي الكمون زي الكزبرة، الحاجات اللطيفة النعناع، ده كله بيهدي الكولون. معانا النهارده كمان طبق جديد حصري اللي هو الفلفل المقلي محشي. دايما الفلفل الجميل الحلو اللي معانا من خير ارضنا في ايام الشتاء بتظهر وبتزدهر الخضروات الجميله، هنعمله النهارده بيتعمل مقلي مع طعميه، يتعمل مقلي مع المسقعه، ولكن هو يتحشي ويتقلي بالتاكيد هتكون في فكره جديده كالمعتاد. هنحشيه جبنه موزاريلا مع خلطه لطيفه ويتعمل كريسب لطيف زي الجمبري كده، يعني هو مقلي هتلاقيه جمبري. حلو الكلام. معانا النهارده طبق لطيف من المطبخ الشامي، البرغل بالشعريه. شعريه مع برغل، طبق لطيف لكبار السن والاطفال. البرغل فيه كل العناصر الغذائيه لانه القمح كامل كل الالياف بتاعته. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها معلومه غير معلومه، ولكن بتكلفه قليله جدا تقدر تخش المطبخ ومفاتيح السعاده الزوجيه في مطبخك، تقدر تعملي اكلات في متناول الجميع. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل معلومه غير معلومه وكمان اطباق سهله ولطيفه بشكل جديد. المسقعات القرنبيط في الريف المصري والصعيد المصري طبعا يبدعون فيها، المسقعه والحاجات الجميله واكلات الزمن الجميل، وخاصه القرنبيط الجميل والبتنجان دايما احنا بنبدع فيه. تعالوا مع بعض نشوف ازاي النهارده هنعمل مسقعه القرنبيط ونتلاشى مشاكل الجهاز الهضمي والكولون، والناس اللي بتبقى نفسها تاكل قرنبيط بس يقول لك معايا مشكله مع الكولون. معانا قرنبيط، نشتري قرنبيطيه حلوه، وهنقول لحضراتكم ازاي نغسل القرنبيط بما ان هو من الدرنيات الجميله اللي بيشيل اتربه ممكن حسب الاحوال الجويه، فلازم نتلاشى الرمله. ومعانا لحم مفروم، ومعانا كزبره وطماطم وشويه حب وزبده، وما ننساش الكمون والكزبره، دول اساسي في اكله القرنبيط اللي هنعملها مع بعض النهارده. البقوليات عموما تحب الكمون والكزبره، تلاحظ ان الفول لازم شويه كمون شويه كزبره وهكذا. اول حاجه هعمل الصلصه بتاعت اللحمه المفرومه، نشوف نعملها مع بعض ازاي. انا طالع باللحمه المفرومه بتاعتي متعصجه، حلو، يعني ايه؟ يعني بصل وتوم وعصقتها، يعني ممكن اعمل منها فطاير، ممكن اعمل منها اي حشوات، مكرونه بولونيز، مكرونه بالبشاميل، فانا معصجه وسايب الصوره مفتوحه. يعني الصوره مفتوحه اشكل منها زي ما انا عايز. هبدا دلوقتي اخد فص توم حلو مع شويه كزبره مع مكعبين من الزبده، ونعمل الخلطه بتاعت اللحمه المفرومه ونشوف نعملها مع بعض ازاي. عندك لحم مفروم في التلاجة هتطلعيه وتبدأي تشتغلي بيه. وهناخد للأمانة كمان هنا معلقة دقيق صغيرة. شفت بقى التركاية اللي عمل المسقعة؟ هتعجبك. اهو. هنشتغل بدول. أول حاجة بنحط هنا مكعب زبدة. على مكعب الزبدة ده شوية ثوم. وندخلهم النار. ننزل بالكزبرة الخضراء. شفت الجو ده كده اهو. تاني معلقة زيت، شوية زبدة، تومة، كزبرة خضراء، معلقة دقيق صغيرة. معقولة يا شيف؟ دي مهمة جدا. ونقلبها مع الخليط ده كده. الله. ونشم ريحة الدقيق وحلاوة الدقيق مع تحميرة الزبدة والتوم. شفت التركية دي بقى؟ هتدوري بإيدك في المطبخ هتلاقي كل اللي أنا شغال بقى ده، يعني مفيش حاجة اختراع، ولكن الفكر الطهوي والإبداع الطهوي اللي دايماً بتكلم عنه، وحبك للمطبخ ومفاتيح السعادة الزوجية هي اللي بتشجعك في إنك أنت تبدعي الإبداع. أهو حمرت الدقيق مع الكزبرة مع التوم مع الزبدة، أهو زي الفل. وهنزل يا عم الشيف بالطماطم. بس خلاص، خلي الطماطم تغلي شويه كده. برافو برافو عليكي يا ست الكل، بتقولي هنحط اللحمه المفرومه، هو ده. انا بيعجبني اللي بيسبقني في الاجابه. اهو ناخد اللحم المفروم بتاعنا وننزل به هنا. نعم يا غالي، سؤال وجيه جدا، واعتقد الكل نفسه يساله دلوقتي بس مكسلين نتصل. ليه الشيف حط معلقه دقيق؟ وجود معلقه الدقيق
وإضافة معلقة الدقيق لصوص الطماطم بتاع المسقعة بيديني قوام للمسقعة وبيخلي المسقعة ما تبقاش مصيصة. يعني ما ينفعش أغرف طبق مسقعة وألاقي صوص الطماطم طالع في أطراف الطبق. بيديله شخصية، بيديله قوام. أسيب الخليط ده يقلي على النار يغلي كده أهو بالشكل ده كده زي الفل. على ما ياخد غلوة على النار تعالوا نشوفوا إيه قصة الأرنبيط. يتعمل مقلي إزاي؟ يتعمل مسقعة إزاي؟ يتعمل مشوي إزاي؟ بطريقة بسيطة وسهلة. الأرنبيط بتجيب الأرنبيطية من سوق الخضار، ولازم تلاقي أرنبيطية تكون حلوة، ما تبقاش مثلا اللون بتاعها فيه الوان، بتبقى تلاقي الارنبيط مركون عند الراجل وفي الوان غريبه الشكل دون التفسير، يعني مركون وبتلاقي سواد، بتلاقي مش عارف حشرات، لازم تكون معانا بالشكل الجميل ده كده. طبعا احنا سبقنا وعملنا الشغل ده. وبتجيبي بوله فيها ميه عليها شويه كمون وعصره ليمون، ميه وكمون وعصره ليمون، وننقع الارنبيط ده في الميه بالكمون بعصره الليمون بعد ما نقطعها بالشكل ده كده. انا الخطوه دي انا عديتها علشان نكسب وقت شويه. ليه ليمون؟ الليمون طبعا بيقتل اي جراثيم او اي الحشرات اللي بتبقى طايره في الجو حسب العوامل الجويه، بتبقى ما بين الارنبيط وبعض، دي رقم واحد. ليه الكمون؟ الكمون بيمتص الحاجات الكبريت اللي موجود في الارنبيط اللي بيؤدي للغزال. العلم حلو على فكره، والعلم لما يتكلم سمع وسع. الواحد لما يدرس تفاصيل الاكله ويعمل تواصل ما بين العلم ودراسة التفاصيل ما بين ان يكون طباخ شاطر، دي حاجة حلوة. الأرنبيط هنا جاهز معايا زي الفل، والزيت هنا درجة حرارته عالية، مش مولع الزيت ليه؟ هنسيب الزيت يولع. اوعي تحطي أرنبيط في زيت بارد، هتلاقي الأرنبيط ده شرب لك الكيلو الزيت وتدعي عليه. سخن الزيت كويس حتى لو الحلقة مش هتخلص، وبعدين ننزل بالأرنبيط ده في الزيت المغلي. طب انت ما عندكيش القلايه دي، في طاسه وبتعملي الارنبيط ده بتقليه. هناخده قليه كده لطيفه، وبعد ما بيتقلي بنشوف ازاي نطبق المسقعه مع بعض. هنخلي الارنبيط جنبينا هنا كده على الزيت ما يسخن شويه. ايه اللي بيحصل هنا؟ بيحصل حاجات كتيره قوي. اخبار الزيت ايه؟ تمام، يلا بينا. هو ده هو ده دي اسمها زهره. يا زهره، الأرنبيط يسمى في الخليج ودول الشام بالزهرة. إحنا بنسميه في مصر أم الدنيا أرنبيط. والأرنبيط بتاع خير أرضنا لا يعلى عليه، بياض ناصع، طعم جميل. شفت الحلاوة دي؟ يلا بينا. لسه تاخد مني كمان. كل ما يتحمر شوية كل ما يخس في الزيت. زي أهم حاجة الوصفه اللي انا قلتها في البدايه، ميه دافيه، ميه ساقعه، تكون ميه مغليه مفيش مشكله. بنجيب عليها كمون وليمون، نقطع ليمونه نصين ونعصرها في قلب الميه، معلقه كمون مطحونه، ونحط الارنبيط بعد ما نفصصه من الارنبيطايه ننقعه شويه لمده 10 دقائق لحاجتين: التخلص من الشوائب والاتربه الجويه وحسب العوامل الجويه، اتنين نتخلص من ماده الكبريت ونقلل منها اللي بتعمل مشاكل مع الكولون. نشوف الأرنبيط أخباره إيه. هو ده، الله، بيتكلم مصر في قلب الزيت أهو. شايف الأرنبيط؟ على فكرة أنا واقف محطة هنا، أنا دايماً بسميها محطة الإبداع، محطة الإبهار. يعني الأرنبيط ده بالشكل ده ممكن نعمله سلطة. زيت زيتون وعصير حامض دبس الرمان بقت سلطة. عد على صوابعك كده لغاية لما يعني نشبع من الموضوع. رقم اتنين، بنفصصه كده ونعمله مع الطحينة. هتجيبي سلطه طحينه عاديه، طحينه، كمون، زيت زيتون، عصير ليمون، تعملي طحينه وتاخدي الارنبيط ده تغرقيه في الطحينه. حلو. خد اللي عندك كمان اللي جايه دي كده بقى، تعظيم سلام. زبادي، هتجيبي زبادي تحط عليه نعناع، عصره ليمون، شويه زيت زيتون، وتقلبيهم مع بعض بقى ارنبيط بالزبادي. لسه لغايه دلوقتي بتعد على اصابع ايدك. ارنبيط مقلي، ارنبيط مقلي. ده أرنبيط حلو. ممكن نعمله مسقعة، ممكن نعمله مقلوبة. الله الله على الرز المقلوبة، كل ده من الأرنبيط. ممكن نعمله برجر، ممكن نعمله كفتة. بنجيب بطاطس ونحط عليها الأرنبيط ده بعد ما ياخد سلقة صغيرة وتاخد بيض وتاخد خضرة، وتبقى كفتة الأرنبيط لطيفة وجميلة. كل ده مع بعض.
الله، نشيله كده من الزيت، خلاص كفايه عليه كده زي الفل. انا مش عايز احمره جامد، بس ينزل زيته. معانا لحمه مفرومه، ونيجي نطبق الاكله الحلوه دي مع بعض كده. نطفي النار من هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. وعايز اعمل شويه مسقعه جامدين جدا. المسقعه دايما بتحب الفلفل الحار، سبايسي. معانا فلفل حار، ممكن كمان على فكره اخد واحد من ده. حلو كده. معانا شويه كزبره خضراء، معانا شويه شبت. كزبره والشبت مفيدين جدا لمشاكل الكرون. دي كزبره وده شبت، نخليهم معانا كده. هنشوف هنعمل بهم ايه دلوقتي. الارنبيط نزل الزيت بتاعه، بناخد نص الكميه كده بالشكل ده كده، ونفصصها كده واحنا واقفين. الله، يا سلام يا سلام على عصره ليمون هنا، وفص ثوم، ومعلقه طحينه. يا سلام زي ما هو كده ياخد تومه وكزبره، وبالف هنا وشفا. حلو، فصصته كده. باخد اللحمه المفرومه، شفت قوام اللحمه المفرومه؟ شفت جمال اللحمه المفرومه؟ هو ده. معلقه الدقيق هنا عامله عمايلها اهو زي الفل. ونوزع اللحم الطيب على وش القرنبيط. وعندنا كميه قرنبيط تانيه اهي، نسقطها هنا. الله عليك، ايه المسقعه الحلوه دي يا عم الشيف؟ ده انت مدلع القرنبيط خالص. لسه ما خلصتش. درجه حراره الفرن عندي 180. على فكره ممكن تحط جبنه موزاريلا، والله تبقى لطيفه وجميله. ايه رايك؟ دي مش في... انا دايما بخرج بره الايه، بره النص. انا عندي شويه جبنه اهوت حلوين قوي. ممكن يا استاذ رحاب نضيف جبنه عادي، الاطفال هيحبوها. واقلبها مع الخضره دي كده، شفت الجو ده كده. واخد الحلويات دي كده هنا اهو، واحطها هنا كده، وادخلها الفرن. يا سلام عليك يا عم الشيف، دايما انت ماشي بفكرك انت. انا عملت اكله بمقادير معينه، ضيفي للموضوع. كانوا زمان يعلمونا في الانجليش ده، درجه النجاح في الانجليزي كانت 9 من 40، تجيب 9 نجحت في الانجليزي. ما اعرفش ليه، بس هل الموضوع ده لسه قائم لغايه دلوقتي؟ الله اعلم. ولكن كانوا يعلمونا يقول لك ايه، لما تيجي تتعلم كلمه انجليزي اكتبها بايدك، لما تكتبها بايدك هتحفظها. انا حافظ الموضوع ده مع اني ما كنت بليد في الانجليزي يعني. عايزين، حاضر يا فندم والله. عايزين تعرفي انك تعملي الاكله ازاي؟ دايما انا بدي مواصفات اكله او مقادير اكله على الشاشه، ضيفي التركايه بتاعتك، ضيفي الفكر بتاعك، ما تمشيش على المقادير بتاعتي يعني، تعمدي. ليه؟ هتبدعي فيها اكتر، انما تحفظي ويبقى تبكل ونفس الكوبي مش هتبقى حلوه. خلي بالك اللي بقوله ده مهم جدا. انا خدتها زي ما هي كده، مش هدخلها الفرن اهو، وهنفتح الفرن بتاعنا ومخرجنا الجميل هيجيبها وندخلها الفرن. ايه رايك؟ يلا بينا، يلا بينا على الفرن، يلا بينا هندخل على الفرن. اللهم صل على النبي. القرنبيط مقلي واللحم المفروم مستوي، المطلوب من الفرن هنا يسيح الجبنه، يديني وش. وطبيعي الطواجن والمسقعه وده كله لازم يخش الفرن. ما تبص على المسقعه، تستاهل تطلع من الفرن. ايه رايك؟ اهي شويه مسقعه حكايه، بتتكلم مصر زي الفل. معاها قرنبيط، معاها فكر طهوي. هناكل القرنبيط بقلب جامد وداعا للغازات. جيبها لي وهي بتغلي كده على الكاونتر، الله يرضى عليك. ايه الحلاوه والجمال ده؟ غازلها القرنبيط. اللهم صل على النبي اهو. نحشي كده. طبعا حلقتنا النهارده مش مكلفه ماديا، ولكن الخبره الطهويه، الفكر الطهوي، حبك للمطبخ، مفاتيح السعاده الزوجيه اللي بتكلم دايما عنها، مش هتروحي تجيبها من اي مكان، هي جوه بيتك جوه مطبخك. خش كده وسمي بسم الله، هتعملي حاجه زي الفل. رؤيا فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.
بيه.